ونختم العاشرة بأخبار الفضاء، حيث سيكون بإمكان عشاق الفلك والمهتمين بالفضاء على الأرض رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة ومن دون تلسكوب على مدار هذا الشهر. هذا ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي قالت إن أكبر كواكب المجموعة الشمسية سيكون قريبا من الأرض في شهر حزيران الحالي، وسيبدو متوهجا طوال الليل خاصة في العاشر من هذا الشهر، حيث سيصبح المشتري والأرض والشمس على نفس الخط. ختام العاشرة، هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها عبر موقعنا على الإنترنت، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك، تويتر ويوتيوب. موجز لأهم الأنباء على رأس الساعة مع ميسى العمودي، ابقوا معنا.